اعتادت ميرنا منذ طفولتها على ادخار بعض المال. كبرت ميرنا ترافقها هذه العادة. حصالتها كانت ذات يوم نافذة سياحة وسفر. اليوم تفتحها ميرنا وفيها فئات ورقية ومعدنية من عملة تحاول الصمود في زمن الانهيار. بعضها باتت لا تعادل شيئا ذا قيمة كحال هذه الفئة الأصغر، 250 ليرة. 250 كتير بتعني لنا نحن كجيل التسعينات، يعني كنا ناخدها خرجية نجمعهم نحطهم بالإجة ننزل على الدكان تشتري لنا شو ما بدنا، يعني نشتري عصير هرم، نشتري تشيبس، شوكولا، علكة. هلأ صراحة تنزل على الدكان ما بقى لها قيمة، ما بتشتري لك شيء 250، يعني عم تحس هيك عم ينتهي جزء من طفولتنا، من هول هيك الذكريات الماضية. يتلاشى مع ميرنا وجيلها اليوم جزء من ذاكرتهم مع انتهاء زمن 250 ليرة. يقولون في محلات البقالة ارتفعت أسعار كل البضائع، خصوصا تلك التي ظلت لسنوات طويلة بمتناول الجميع وبمائتين وخمسين ليرة فقط. حتى المنتجات المحلية الصنع لم تصمد فتخلت عن ملازمة أصغر فئات العملة اللبنانية. 250 التغيط لأنه قيمتها ما بقى تجيب شيء، يعني هول اللي عداتهم كلهم ما بيجيبوا بقى، كله صار سعرهم أغلى، والقيمة الشرائية تبعيتها بالمرة. كل الأسعار اللي صارت بهالبلد كلها عم تطلع قيمتها بشكل جنوني. يعني خبراء الاقتصاد في لبنان يقولون إن 250 ليرة أولى ضحايا الأزمة اليوم، ويوما ما سيضطر المصرف المركزي لسحبها من التداول. رافقت 250 ليرة اللبنانيين لعقود طويلة وكانت توازي يوما 100 دولار أمريكي. قضت أزمة الثمانينيات على قيمتها لكنها وحدها صمدت وتحولت إلى مجرد عملة معدنية، واليوم تخرج هذه الفئة تدريجيا من التداول لتكون أولى ضحايا الأزمة الاقتصادية، فيما تنتظر الفئات الأخرى دورها. محمد شبارو، العربي.